المنخفض الجوي الأخير وما صحبه من هطول مطري وثلوج خلال الساعات 48 الماضية رفد سدود المملكة باستثناء سد التنور بحوالي 10 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار، وبذلك بلغت كميات التخزين في السدود حتى صباح اليوم 151 مليونا و500 ألف متر مكعب. وزارة المياه والري أوضحت أن هذه الأمطار رفعت حجم المطر التراكمي على المملكة بنسبة تصل إلى حوالي 20% من الموسم المطري طويل الأمد، أي ما يعادل حوالي 1.432 مليار متر مكعب.